برضو المشروع الجديد خالص مكتبة الدروس الإلكترونية، ده بالظبط زي المكتبات اللي حضراتكم عارفينها بتاعت الأفلام، زي نتفليكس وزي شاهد دوت نت وبتاع. دي مكتبة فيها أفلام، الأفلام دي معمولة من الإعدادية للثانوية في كل المواد، بس دي مستوى أعلى من اللي بيتعمل في يعني قنوات تعليمية، هتبقى محاضرة مباشرة. دي هتبقى أفلام مكثفة فيها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة بتاعة تحضير للأسئلة الجديدة اللي بنتكلم عليها في الثانوية العامة. هيشارك في تنفيذ الأفلام دي أفضل المعلمين والناس اللي في المركز القومي للامتحانات اللي بيبنوا بنوك الأسئلة. هيحاولوا يشرحوا إزاي أذاكر في اتجاه الامتحان ده، مش بالطريقة بتاعت زمان بتاعت الحفظ. فالمكتبة دي هتفيدنا جدا، وهتبقى حاجة لمصر كبيرة جدا ان يبقى عندنا مكتبة زي دي من ضمن الحاجات التانية يعني.